السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة. يومكم سعادة وهنا، ويا رب دايما متجمعين مع بعض في الخير وعلى خير، وزايدين دايما دايما ومش ناقصين. يومكم سعادة ان شاء الله، والف مليون مبروك لكل حبايبي ولاد حبايبي في الثانوية العامة النهاردة. يا رب كده يعني يكون السرور والفرح دخل بيوتكم كلكم ان شاء الله. مليون مبروك يا رب كده، ان شاء الله مستقبل كده باهر وتفوق من هنا لكل السنين اللي جايه ان شاء الله. ولكل حد كان نفسه المجموع بتاعه يكبر شويه، الحمد لله دايما كده نستقبل اقدارنا بطيب خاطر وبحمد ربنا، وان شكرتم لازيدنكم. فان شاء الله كده كله خير من عند ربنا، والاهالي كده ينبسطوا ويبسطوا اولادهم، وعدت سنه بكل اللي فيها من حلو ومر وتوتر وقلق وخوف، خلاص خلصت ان شاء الله على خير باذن الله، واللي جاي ان شاء الله ان شاء الله احسن. مهما كان مجموعنا كبير صغير، رحنا فين، هنيجي منين، كل ده تحت كده إرادة ربنا، وطالما دي إرادة ربنا فهي الخير، كل الخير إن شاء الله. مليون مبروك لكل حبايبي، وبجد يعني فرحانة لكم جدا. أنا السنة دي ما عنديش ثانوية عامة، بس مش قادرة أخبي عليكم إن أنا كنت امبارح متوترة جدا، وعمالة أدعي لكل الناس اللي عندها ثانوية عامة. طبعا الواحد من كتر ما مر عليه ثانوية عامة وقد إيه كان بيحس بالتوتر والقلق والخوف، فبجد والله العظيم كنت حاسة بيكم جدا امبارح. ربنا يا رب يسعدكم بأولادكم، يفرحكم بيهم. أهم حاجة والله، أهم حاجة سيبكم المجموع، سيبكم من أي حاجة، أهم حاجة تشوفوا أولادكم سعداء، عندهم تربية ودين وأخلاق، فرحانين ومبسوطين، عندهم صحة كويسة، والله دي بالدنيا واللي فيها صدقوني. فربنا يبارك لكم يا رب في أولادكم، ويحفظهم يا رب من كل سوء، وتشوفوهم أحسن ما بتتمنوا بإذن الله. يلا بينا نبدأ حلقتنا. معانا تهنئة خاصة؟ روان حازم المهدي بنت عضو مجلس إدارة قنوات بانوراما، ونقول لها ألف مبروك، ويا رب يا رب دايما في نجاح وتفوق بإذن الله. ونورين هيثم الجندي، أستاذ هيثم ألف مبروك، ربنا يا رب يفرحكم بيهم يا رب. ولكل حبايبي، وبدون ذكر اسماء، في ناس كتير جدا جدا لو قعدنا نقول اسماء من هنا لغايه اخر الحلقه احنا مش هنخلصها. وطبعا عندنا كمان شهد بنت اخت استاذ محمود الشريف، نقول لها شهد ولا ايه، صح؟ فكل يا رب كده كل حبايبنا في كل مكان يا رب يكونوا مبسوطين، والنهارده يكون كده يوم سعيد وفرح عليهم جميعا ان شاء الله، ويحققوا كل اللي بيحلموا بيه واحسن كمان باذن الله. ويلا بينا كده نبدا الحلقه بتاعتنا النهارده. واحنا النهارده بقى عاملين منيو خطير جدا بقى بالمناسبه الحلوه دي، عاملين حته صينيه كفته خطيره. النهارده هنعمل كفته تركي تحفه لذيذه جدا، وهتعجبكم ان شاء الله، ميكس كده ما بين الخضار واللحمه بجد خطيره. هنعمل كمان معاها رز بالخضار، يعني حاجه كده تفتح النفس، وينفع تقدميه جنب اي انواع من انواع اللحوم، لانه بقى هيبقى رز وخضار، فممكن تعملي بيه جنبه كفته بانيه اي حاجه، فهتليق معاه جدا. كمان النهارده عندنا مشروب تحفه جدا، هنعمل النهارده موهيتو، صح؟ سموزي، هنعمل سموزي التين الشوكي، والتين الشوكي دلوقتي مغرق الدنيا ومالي السوق، فهنستخدمه كده علشان هو غني بالفيتامينات، وزي ما قلت لكم اي حاجه في اوانها كده، واي فاكهه او اي خضار في اوانه بيبقى غني بالفيتامينات اللي الجسم محتاجها في التوقيت ده. فان شاء الله هنعمل سموزي خطير بالتين الشوكي. استنوا بقى الوصفات كلها، وتعالوا بينا نفتكر كده مع بعض رقم تليفوننا اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلاله، ورقمنا هو 02-38-35-22-7، وفي انتظار مكالماتكم. وتعالوا بينا نشوف يلا مقادير وطريقه تحضير طاجن الكفته على الطريقه التركيه. عندنا ايه بقى؟ عندي كيلو من اللحمه يكون يحتوي على 20% من الدهون. هنحتاج معلقه صغيره من الثوم المفروم، كوبايه بصل مبشور، يعني حوالي بصلتين متوسطين الحجم مبشورين ناعم جدا ومتصفيين، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من البابريكا المدخنة. هنحتاج كمان رشة قرفة، وعندنا ملح وفلفل اسود. دي كده مقادير الكفتة، خلاص؟ اما بقى شوية الحركات اللي هيتعملوا جنبها واللي هيدولها طعم حلو جدا، تغميسة لذيذة كده تحت الكفتة، هتبقى عبارة عن ايه بقى؟ عندي حوالي كيلو من البتنجان الرومي اللي احنا شاويينه، هنقول يتشوي ازاي. عندي كمان فلفل رومي، تمام، احمر مشوي، واربع طماطم مشويين، بصلة كبيرة متقطعة جوانح رفيعة جدا، رشة سكر، مرقة فورية، ملح وفلفل اسود.
تمام. دي كده ايه مقادير الكفته بتاعتنا. هنعمل لها حاجه كده عيش كده فوقيها علشان يتاكل معاها، ده ليكي فيه مطلق الحريه تعمليه او لا. والعجينه بتاعتنا عجينه بسيطه، عباره عن ايه؟ كوبايتين دقيق، معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره خميره، عندنا كمان رشه ملح بسيطه، وميه دافيه نعجن بيها. وعلشان نلمع وش العجينه بتاعتنا والعيش يطلع كده محمص كده ولونه حلو واخد كمان على الوش حبه البركه وسمسم، هنحتاج معلقتين كبار من اللبن، رشه بسيطه جدا من القهوه سريعه الذوبان، وزي ما قلنا حبه البركه وسمسم. دي كده المقادير بتاعتنا. ناخد مين معانا؟ معانا تليفون ومعانا حنين. يا حنين الو، يا حنين يا حنين. طيب حنين يبقى حاولي تتصلي بينا تاني. ما تيجوا بينا يلا نبدا كده احضر الطاجن اللي هيدخل الفرن. فشوف الطاجن بتاعنا فين فين، حطيته فين يا حبايب؟ اهو. حاسه انه كان اكبر من كده يا جماعه. كش. اه يا رب مفيش بركه. لا مش هو ده، دخلوا لي التاني، التاني كان اكبر من كده. طيب تعالوا على بال ما الطاجن يدخل لنا نحضر سكينه ونجيب معانا بقى ايه. عندي فلفل مشوي، طماطم مشويه، بتنجان مشوي. هنشويهم ازاي؟ بدايه كده هجيب صينيه فرن واغسل الطماطم واغسل الفلفل وادهنهم دهنه زيت كده، والفلفل بوز السكينه اعمل فيه فتحات بسيطه كده واروح مدخلاهم الفرن علشان يتشووا. اما البتنجان فانا بصراحه بحب اشويه على البوتاجاز. بعمل ايه؟ بغسله كويس قوي وانشفه كويس جدا، وبعدين اعمل برده فتحات ببوز السكينه، واجيب طاسه تكون قديمه ما بستخدمهاش، او الصاج بتاع عيش الصاج ايا كان المتاح عندنا، واحطه على البوتاجاز وابتدي اشوي البتنجان على كل جنب لغايه ما يستوي. خلاص يبقى احنا كده عرفنا نشوي الطماطم والفلفل وكمان البتنجان. بعد ما بيخرجوا بنغطيهم ونسيبهم وهم سخنين شويه. ليه؟ علشان القشره بتاعتهم تنطر معانا بالشكل ده. بصوا كده تيجي تقشري بقى الفلفل تلاقيه بيقشر معاكي على طول اهو كده. احنا لما بنطلعه سخن بقى ومشوي من الفرن على طول بنغطيه ونسيبه شويه ربع ساعه كده، بتلاقي خلاص القشره بتاعته نطرت معانا بالشكل ده. بخرج كمان الكاس بتاعه اللي بيبقى فيه البذور. بالشكل ده ونقشر ده كمان. الموضوع سهل جدا. طعم بقى الفلفل المشوي والطماطم المشويه والبتنجان المشوي في حد ذاته كده ممتع جدا. يبقى بنقشر خضرنا تمام. يعني على طول الطماطم كمان هتلاقيها تقشر معانا على طول اهو. مفيش اسهل من كده، اهم حاجه ان احنا نشويهم كويس. بصوا القشره بتخلع على طول من الطماطم. عايزه اقول لكم ان الكفته دي بالتغميسه اللي تحتيها دي بتبقى خطيره، تتاكل بقى بعيش، تتاكل جنب رز بالخضار زي ما احنا هنعمل النهارده ان شاء الله، جنب مكرونه زي ما انتوا عايزين. وناخد استاذه نهله على التليفون. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا نهله عامله ايه؟ حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا روحي، اخبارك؟ الحمد لله. انا مش مصدقه والله ان انا وصلت لحضرتك. حبيبه قلبي منوراني والله، تسلمي لي كلك ذوق. ربنا يخليك. ازي حبيبتي يا نهله، اخبارك عامله ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي، اتفضلي يا روحي. معلش انا كنت عايزه اسال بس على طريقه تفريز الكريز اللي هو بتاع الحلويات. الكريز بتاع الحلويات الفاكهه؟ اه. حاضر عينيا. بس عشان تستخدميه في ايه قولي لي؟ يعني للطرط للحلويات كده. عايزاه مسكر زي اللي بتشتريه كده مثلا؟ ايوه. اه اوكي تمام، حاضر يا حبيبتي. هو اليومين دول كتير قوي في السوق. اه هو كتير فعلا في السوق. عايز اجيبه. حاضر يا روح قلبي.
ويا ريت لو تعملوه لنا يعني. حاضر خلاص اتفقنا. ماشي يا نهله، ماشي يا روح قلبي، نعملها في حلقه باذن الله قريب ان شاء الله. حبيبتي يا نهله نورتينا. انا كده خلصت تقشير الفلفل والبتنجان وبقى جاهز معايا، وجالنا الطاجن اهو. يلا اهو ده كبير شويه، تعالوا بينا بقى نقطع الطماطم بتاعتنا والفلفل. مش عايزه اضربهم في الكبه، خلينا نقطعهم كده احسن عشان يبقى ايه قطع، ما يبقاش مفروم او معجون يعني. هلفهم كده واخدهم بقى ايه الناحيه التانيه. ومعانا مين؟ وام مريم معانا على التليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا ست فاطمه، عامله ايه؟ ازيك يا روح قلبي، اخبارك؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا روحي، وانت طيبه. انت عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه يا روح قلبي، منوراني. انت عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت منين قولي لي؟ مبروك لداليا. الله يخليك يا روح قلبي، تسلمي. يا رب يجعل رزقك صالح لها يا رب. امين يا رب حبيبتي، تسلمي لي، تسلمي لي. ممكن اعمل تهنئه اللي بنجحوا الثانويه العامه؟ يا ريت. يلا يلا بينا. الله حبيبتي. ايه الزغروطه الحلوه دي؟ تسلمي لي يا روح قلبي، ما شاء الله. فرح حلو قوي، ربنا يفرحنا جميعا يا رب. الف الف مبروك، نورتينا يا روح قلبي. زي ما انتم شايفين كده خلاص انا فرمت البتنجان بعد ما فرمنا الطماطم والفلفل وحطينا كلهم كده ايه في الطاجن. تعالوا بقى ايه نتبلهم مع بعض كده تتبيله بسيطه. حط عليهم البصل ونتبل بقى بايه، عندي ملح وفلفل على قدهم بس، لان انا هتبل الكفته لوحدها، فالتتبيله دي على قد الخضار اللي معانا. عايزه اديلهم كمان بابريكا مدخنه. وكميه الثوم هاخد نصها وبس كده خلاص. يبقى تبلنا ملح وفلفل بابريكا مدخنه وكمان حطينا شويه ثوم وخلاص. على كده نقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كويس. عايزاكم بقى تتخيلوا التغميسه الحلوه دي وهي تحت الكفته شاربه من طعم الكفته بقى، وبصراحه بتطلع خطيره. تمام تمام جدا، متبله وتحفه خلاص. بعد ما قلبنا كله مع بعضه كويس هفرد بالشكل ده، وكده الطاجن بتاعي مستعد ان هو يستقبل الكفته. نركنه على جنب ونطلع طبق ونلبس الجلافز بقى علشان نبتدي ان احنا نشتغل في الكفته بتاعتنا. وزي ما متعودين اهم حاجه في الكفته ان هي تتعجن كويس. كل ما عجننا الكفته كويس كل ما كانت متماسكه وما تفكش كده وما تشققش منك اثناء التسويه. ويفضل ان انا ممكن اخلط المكونات بتاعه الكفته كلها في الكبه، ده هيديني نتيجه كويسه جدا. فتعالوا بينا بقى، اهم حاجه قلناها في الموضوع ان البصل بتاعنا مبشور ومتصفي زي ما انتم شايفين، ناشف خالص اهو. احط عليه كميه اللحمه، بسم الله. نتبل بقى رشه من البابريكا وبقيه الثوم. احنا قلنا عندنا كده معلقه ثوم، خدنا نصها في الخضار ونصها مع اللحمه. رشه بسيطه جدا من القرفه، ما تكتريش، يا دوبك هي بس القرفه بتخلي مفيش زفاره خالص في اللحمه. معلقه صغيره من البيكنج باودر والمرقه، مرقه فوريه، ورشه السكر اللي هتحلي معانا الكفته، وما ننساش طبعا الملح والفلفل على قد كميه اللحمه بالظبط. وناخد مادونا على التليفون. الو، ايوه يا اهلا اهلا، ازيك يا مادونا، عامله ايه؟ الحمد لله، عامله ايه الاخبار حبيبتي، منوراني، اتفضلي. الحمد لله. هيا روحي، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. ليكي اي اسئله؟ انا بكلم حضرتك والله يا حبيبه قلبي، كلك ذوق والله، تسلميلي.
والله بحاول اتصل بيكي مش مجمع معايا تضايقي. انت نورتينا النهارده. الدنيا يا ريت يفتحوا كده عليا كل يوم. ان شاء الله يا حبيبتي. معلش اعذرينا، حبايبنا كتير وبيتصلوا بينا فبيبقى الخطوط مشغوله شويه. نورتينا يا مدام. عن طريقه تقوير البتنجان. تقوير البتنجان؟ حاضر عينيا، ده انا اجيب البتنجان ونيجي نقوره على الهوا. حاضر. حاضر يا مدونة. اكيد في ناس كتير وبنات كتير صغيرين ومستجدين في المطبخ، فبالنسبه لهم تقوير البتنجان ده حاجه يعني صعبه، فان شاء الله نحاول نعمل ده مع بعض قريب. زي ما انتم شايفين كده، بصوا اهم حاجه ان احنا نعجن الكفته بتاعتنا كويس، كل ما عجننا كويس كل ما النتيجه تطلع معانا هايله، الكفته تطلع كده ماسكه نفسها، ما تطلعش مشققه وتفك مننا اثناء التسويه. اعجني لغايه ما تحسي كده ان الكفته بقت عامله زي العجينه، ولما تيجي تمسكيها كده وتفكيها من بعضها تشديها كده تحسي ان في الياف وانسجه متشابكه مع بعض، ما تبقاش مفروله. خلاص زي ما انتم شايفين اهي، بعد كده نبتدي نصبعها. تمام بالشكل ده. طبعا الصوابع كلها تكون قد بعض علشان الشكل العام يبقى شكله حلو، وكمان وقت التسويه يبقى زي بعضه. عايزين ايه؟ نشغل البوتاجاز بتاعنا علشان نبدا نحمر. هندي للكفته بتاعتنا تحميره كده ايه خفيفه زي ما بنقول، تبقى نص سوا كده قبل ما احطها على بقيه الخلطه اللي احنا عاملينها تحتيها وندخلها الفرن. تمام، فهنشكل كده ونحمر. لا طب ايه رايكم نحط بس شويه على النار يتشوحوا وبعدين نطلع فاصل على طول يا استاذ حمدي؟ عايزاكم بقى تجربوا الكفته دي هتعجبكم جدا. نعم، وناخد مدام نجلاء على التليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف فاطمه؟ عامله ايه؟ ازيك يا روح قلبي، اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله يا روح قلبي، منوراني. ده نورك يا حبيبه قلبي. لو سمحتي يا شيف، امبارح عملتي مربي التين. ايوه. ايه؟ انا عندي تين بس في الفريزر، جبت حفرسته. مفيش مشكله، اطلعه واعمله عادي؟ بالظبط. اه هيبقى زي الفل، ما تقلقيش. والله هيبقى حلو يعني. هيبقى جميل طالما من ايدك، هيبقى حلو قوي، ما تقلقيش. تسلم ايدك. عايزه اقول لك، اسالك على حاجه تانية يا شيخ. اتفضلي يا روحي. بدي اعمل فطير مشلتت. اه ايه الميكس اللي اعمله بيه الفطير؟ اللي ايه؟ يعني احط زيت على سمنه ولا اعمل ايه؟ لا الزبده احلى. الزبدة عشان ما ينشفش معاكي، اعملي بزبده. ورقي بزبده وعليها شويه زيت صغيرين. خلاص ده هيبقى تمام. افضل من السمنه والزيت. اتفقنا؟ نورتيني يا روح قلبي. انا كده حطيت على النار طاسه علشان ابتدي احمر فيها اللحمه او الكفته بتاعتنا اللي احنا تبلناها وشكلناها صوابع. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالوا ناخد كده نكمل. يلا اهم حاجه زي ما قلنا ان اصابع الكفته كلها تبقى متساويه. عجنت الكفته نفسها اتعجنت كويس جدا، وده شيء اساسي في اي نوع كفته هتعمليها، ده من اساسيات نجاح اي كفته بتعمليها، هو انك تعجني الكفته نفسها كويس جدا. كل ما اتعجنت كويس صدقيني النتيجه بتبقى مميزه، وده من اهم اسباب نجاح وفشل الكفته، كفته الحاتي. في ناس كتيره بتفشل معاهم بسبب ان هم ما بيعجنوهاش كويس. تمام، فشرط اساسي في اي كفته انك انت تعجنيها كويس جدا. احنا كده حاطين على النار طاسه تسخن، هحط فيها بقى شويه زيت صغيرين مع حته زبده علشان ابدا اشوح الكفته بتاعتنا قبل ما ابتدي احطها على خلطه الخضار المشوي الخطير اللي احنا عملناه مع بعض. وناخد شيماء. الو يا شيماء. الو،
عاملة ايه يا شيف فاطمة؟ الحمد لله يا روحي، اخبارك؟ الحمد لله تمام، كله تمام؟ كله تمام الحمد لله يا روحي، منوراني. حضرتك ممكن ما عايزة طريقة الكيكة بالشوكولاتة؟ عينيا الاتنين، حاضر، ربنا يخليكي. تسلميلي. والله كما بينا لحضرتك ما مش مجمعة خالص. معلش يا جماعة، والله غصب عننا، اعذرونا علشان بس عندنا ايه ضغط في التليفون. انتوا تنورونا في اي وقت، وان شاء الله ان شاء الله يلقط معاكم الخط. نورتينا يا روح قلبي. تعالوا بينا على الطاسه اللي احنا حاطينها على النار، نحط كده شويه من الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. مكعب من الزبده عشان ندي طعم كده حلو. بسم الله. وفي انتظار بقى الطاسه تسخن كويس، وناخد الكفته بتاعتنا اللي احنا عملناها صوابع، تقدري تعمليها كور زي ما انت عايزه، علشان نبدا ان احنا نحمرها. وناخد هاجر. يا هاجر، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا هاجر؟ الله يخليكي، عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ بركاتك. الحمد لله تمام، في نعمه والله يا حبيبه قلبي. تسلميني. انت محترمه جدا والله. حبيبه قلبي، انا اسعد اتفرج عليك والله. ربنا يعزك يا روح قلبي، ربنا يعزك حبيبتي. يا هاجر، ليكي اي اسئله؟ نورتينا يا روح قلبي، والله نورتينا. طيب ما تيجوا بينا بقى ننزل كده بالكفته علشان نديها تشويح. اهم حاجه بس يكون المواد الدهنيه اللي احنا حطيناها اللي هي زيت وزبده يكونوا سخنوا كويس قوي، علشان لما ننزل الكفته على طول تتشوح وتاخد اللون من غير ما تنزل الميه بتاعتها. يلا بينا نسمي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده هنشوحها تشويحه بس، احنا مش هنسويها، هتبقى تعتبر كده نص سوا، هتكمل تسويتها فوق خلطه الخضار المشوي اللي احنا عاملينه. فيلا بينا ننزل بقى الكفته كلها كده نشوحها، وبعدين نطلع فاصل صغير خالص، نرجع من بعديه يكون الكفته اتحمرت من كل الجوانب، نشوف هنعمل ايه تاني. اوعى تروح في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، والكفته ريحتها تجنن وشكلها تحفه. تعالوا بينا بقى، خلاص اتحمرت واخدت لون من كل الجوانب، مش محتاجين اكتر من كده، وهي كده خلاص بقت نص تسويه. هبتدي بقى ارصها كده في الطاجن بقى، وتحتيها الخضار المشوي. الطاجن لوحده كده شكله حكايه ما شاء الله. شايفين الجمال يا جماعة؟ كل اللي نزل معانا من تحمير الكفتة مش هنرميه، هنبتدي نحطه كده تمام، لأنه ده بيحتوي بقى على طعم الكفتة والتحمير بتاعها، فكله ينزل كده مع الكفتة. بنحب بقى الحاجة سبايسي، فممكن ندلع الطاجن شوية ونحط له بقى إيه، فلفل قطع كده. صح، وهو لسه ما دخلش الفرن. حبيبتي يا شروق، الطاجن فعلا شكله يعني حاجه كده ايه، تفتح النفس زي ما بنقول. احنا دلعناه اكتر، حطينا له كده شرايح من الفلفل، فلنكتفي بهذا القدر. يعني بصوا الطاجن، ايه الجمال ده، ايه ده، تحفه. تخيلوا بقى لما يستوي كده، ما تيجوا بقى نعمل له العيش بتاعه كمان. واحنا معانا تليفون ومعانا ام شمس. الو الو، يا مساء السعاده. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يخليكي، اهلا أنا وسهلا. انا بحب حضرتك جدا حبيبه قلبي، تسلميلي، كلك ذوق، ما تحرمش منك.
ممكن بس اعمل تهنئه لبنتي والامي؟ يلا. انا احب اقول لبنتي ربنا يخليها ليا وما يحرمني منها يا رب. يا رب يا رب. واقول لامي ربنا يخليكي لينا وما يحرمنا منك يا اعظم ام في الدنيا، لانها تعبت معانا كتير جدا وما زالت لحد الان حبيبتي، فربنا يخليها لينا. وعايزه اقول لها يا ماما انا نفسي تفضلي جنبنا لحد اخر لحظه واحنا بنحبك قوي 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 حبيبتي. هي اسمها ام صدام. ام صدام ربنا يبارك لكم فيها يا حبيبه قلبي. يا رب يخليك. يا شوف فاطمه احنا بنحب حضرتك جدا جدا، هي بتحبك جدا ونفسها كانت تتكلم مع حضرتك. يا روحي تسلمي لي انت وماما وكل حبايبك. وبقول لشمس بنتي ربنا يحفظها له ويخليها له ويبعدها عنها كل شر يا رب. امين يا رب. انت حنينه قوي يا ام شمس، ربنا يبارك لك في حبايبك يا روح قلبي. يخلي لك ماما ويخلي لك بنتك ويخلي لك كل حبايبك. انا عايزه بقى تهنئه منك لام صدام، لان الست دي تعبت في حياتها كتير قوي على مربطنا وعلى مكبراتنا ولحد الان. انت منين يا ام شمس؟ انا من القليوبيه. حبيبه قلبي نورتيني. يا ربي يخليك. وتحيه كبيره لام صدام واللي زي ام صدام كتير، امهاتنا المكافحات اللي تعبوا على اولادهم، ربنا يبارك في عمرهم الاحياء منهم وربنا يرحم اللي ماتوا منهم بجد. يعني الـ 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 الاجيال اللي فاتت دي كانت كلها كده خير وبركه، ربنا يحفظهم يا رب من كل شر. حبيبتي انا كده خلاص فردت العجينه، والعجينه عشان خمرانه ومرتاحه نزلناها زي ما هي، ما كومناهاش تاني، لان لو كورناها تاني التخمير اللي فيها بيروح وبتحتاج انها ترتاح مره تانيه. فعلشان على طول نفردها وتتفرد بالسهوله اللي انت شفتوها دي، بعد ما تخمر كده في الطبق بننزلها زي ما هي، وبعدين نبتدي نفردها تحتيها دقيق وفوقيها دقيق علشان تبقى ما تلزقش معانا على الكاونتر. تعالوا بينا بقى نشيل العجينه ونحطها فوق الطاجن بالشكل ده. ولو العجينه بقى معانا بزياده بنجيب السكينه ونشيل الزوايد دي. ممكن اسوي الزوايد دي على فكره لوحدها في الفرن، تمام، قطع كده، فتطلع معانا بقى ايه شويه عيش مقرمش لذيذ قوي. وناخد ام حبيبه. يا ام حبيبه الو، رحتي فين يا ام حبيبه؟ حاولي تكلمينا تاني يا ام حبيبه. كده انا خلاص ظبطت الدقيق سوري العجينه فوق الطاجن. تعالوا بينا بقى نعمل ايه، نعمل خلطه كده نحاول نخلي بيها العيش من فوق بيلمع وشكله حلو ولونه كمان يبقى حلو. هحط هنا معلقتين من اللبن عليهم رشه بسيطه جدا من القهوه سريعه الذوبان، وما تكتريش. ونقلب كده. وتعالوا بينا بقى ايه ندهن. اقرب لكم شويه الناحيه دي عشان الدنيا تبقى واضحه اكتر كده. كويس تمام زي الفل. يلا بينا بقى نبتدي ان احنا ندهن العيش بتاعنا. فرننا سخن بقى على اعلى درجه حراره، تمام، وهحط على الارضيه علشان يبتدي الطاجن كله يغلي في بعضه، وانا مش محتاجه وقت كبير للتسويه. الخضار بتاعنا اصلا مستوي، تمام، مشوي ومستوي. الكفته بتاعتنا تعتبر خلاص داخله في السوى، فمش هنحتاج وقت كبير، نص ساعه ويكون الطاجن ده خارج زي الفل من الفرن. يعني لو عندك عزومه ولا حاجه، بصراحه من الحاجات اللي نقول عليها المغريه كده اللذيذه اللي تفتح النفس على الاكل. ممكن ندهن ببيضة لو احنا حابين زي ما انتوا عايزين. وناخد ام فريدة على التليفون. يا ام فريدة الو. الو. ايوه مساء الفل. مساء الخير. ازيك يا روحي، اخبارك؟ الحمد لله. انت عاملة ايه؟ الحمد لله في نعمة والله. تسلمي ايديكي. تسلمي وتعيشي يا روح قلبي. تعلمنا منك حاجات كتير. حبيبتي تسلمي لي، كلك ذوق والله من ذوقك يا روحي. ربنا يبارك لك يا رب. واياكم جميعا يا رب يبارك لي فيكم. احبك في الله. احبكم الذي احببتوني فيه. تسلموا لي يا روح قلبي، تسلموا لي. حبيبتي. قولي لي بقى في اي اسئله؟ لا الله يبارك لك حبيبه قلبي، يبارك لي فيك. انا مش محتاجين اي حاجه. ربنا يعزك يا روح قلبي، ربنا يعزك. تسلمي لي ويسلم لي سؤالك. نورتينا وتسلمينا على طول. بعد ما دهنا رشيت بقى كده سمسم وحبه البركه وكده الطاجن بتاعنا يا سلام جاهز جدا ان هو يدخل الفرن ويطلع كده بالهنا والشفا. يلا جاهزين؟ فرن شغال على درجه حراره 220،
على الأرضية، أنا محتاجة إن هو يغلي على طول. وبس هيغلي، العجينة هتستوي وهيطلع معانا تحفة جدا جدا. وسريعا سريعا نعمل بقى شوية رز نقدمهم جنب الطاجن ده. نحط الحلة بس على النار كده تسخن عشان تساعدنا إن احنا نخلص أوام أوام على بال ما نقول المقادير. والمقادير بتاعتنا بقى عبارة عن إيه؟ يلا بينا. عندنا النهاردة للرز بالخضار حوالي كيلو من الرز، تمام. احنا النهاردة مستخدمين رز بسمتي، شايفين الإزازة دي هي مكانها كويس كده يا أستاذ حمدي ولا نقلها لكم الناحية التانية؟ عندي بقى شوية خضار حلوين. عندنا ايه؟ عندي ربع كيلو من كل حاجة، ربع كيلو بطاطس متقشرة ومتخرطة مكعبات صغيرة، عندي كمان فلفل ألوان برضو متقطع مكعبات صغيرة، جزر متقطع مكعبات صغيرة طبعا متقشر ومغسول ومتقطع، كوسة متقطعة كده نص دايرة، عندي كمان فاصوليا خضراء متقطعة بالورب، حوالي ربع كيلو برضو من البسلة، بصلاية كبيرة مفرومة، شوربة مغلية حوالي كده 2 لتر، ومكعب مرقه، معلقه كبيره من السمنه او الزبده، ومعلقتين كبار من الزيت، عودين قرفه خشب، ملح وفلفل اسود. عايزه اقول لكم بقى ان الطبق الرز ده هيبقى طبق مميز جدا جدا جنب اي حاجه بتحتاري تعملي جنبها ايه. يعني كتير بنزهق هناكل النهارده ايه مثلا، هناكل معرفش ايه، ومكرونه مكرونه مكرونه مكرونه، فالرز بتاعنا النهارده ده هيحل محل المكرونه، بالعكس افيد كله خضار وهيتاكل جنب اي نواشف مش هيقول لك لا. فتعالوا بينا كده يلا ناخد بقى، ناخد البصل، ناخد الزبده او السمنه المتاحه عندنا، ونروح يلا على البوتاجاز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحله بتاعتنا حطيناها على النار عشان تسخن، نحط عليها السمنه. ودايما الرز بيحب كده نعمل ايه، ميكس ما بين السمنه والزيت علشان يفضل معانا بيلمع وشكله كده يفتح النفس. يبقى كده حطينا السمنه والزيت، احط بقى معاهم البصلايه، وبصلايه كبيره كده محترمه متخرطه صغير، انزلها علشان اشوحها. واحنا بنشوح البصلايه تعالى ناخد ايه، ناخد عود القرفه بتاعنا نحطه كده علشان يتحمص كده وريحته تطلع، وننزل القرفه. ومعانا الخضار اللي معانا كله خضار فريش، تمام، خضار طازه متقطع قطع صغيره علشان على طول مجرد تشويحه ونضيف له الرز فياخد وقت تسويه الرز، لان حجم الخضار صغير فمش هيحتاج وقت طويل في التسويه. بس عندنا بقى فاصوليا وعندنا جزر وعندنا بسله خاصه لو فريش، دول بنحطهم الاول يتشوحوا، بعد كده اضيف البطاطس والكوسه والفلفل خلاص، لان الجزر والفاصوليا والبسله بيحتاجوا شويه وقت اطول في التسويه، عشان كده بننزلهم قبل الباقي بشويه صغيرين خلاص. فانا هجهزهم معايا، اخدهم كده ونروح بقى على البوتاجاز عندنا. ولما البصله بتاعتنا تتشوح هنا بقى هقول لك على حاجه، هنا لو بتحبي لون الرز مدي على بيج كده او بني شويه، فبنحمر البصلايه زي بتاعه الصياديه بتاعه السمك، اللي هو نخلي البصلايه تاخد لون بني شويه. اما لو عايزه لون الخضار ولون الرز كل حاجه تبقى باينه كده واضحه، الاخضر اخضر والاحمر احمر والاصفر اصفر والابيض ابيض، فهنخلي يا دوبك البصله بس تدبل كده وتاخد معانا ايه، مش لون خالص، تبقى دبلانه بس مش اكتر من كده، تاخد اللون الشفاف خلاص. وده اللي انا هعمله دلوقتي، انا مش هغمق البصلايه، البصلايه كده خلاص اتشوحت وزي ما بنقول كده ايه دبلت. هبتدي احط البسله زي ما اتفقنا، والجزر، ودي انواع الخضار اللي شويه صلبه وبتحتاج وقت اطول في التسويه، والفاصوليا كمان، ونحط لهم مكعب مرقه ونبتدي نشوحهم. ومعانا مين يا ام حبيبه؟ الو، ازيك يا حبيبه قلبي؟ اهلا اهلا، ازيك يا ام حبيبه، عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا روحي، اخبارك؟ وحشتيني قوي، انا فرحانه قوي ومبسوطه ان انا بكلمك والله. حبيبه قلبي تسلمي لي، ده من ذوقك. حاولت فيكي تاني عشان انا نفسي اكلمك والله من زمان. يا روحي منوراني والله العظيم، تسلمي لي. مبروك يا داليا، الف 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 مليون مبروك يا روحي. الله تسلمي لي. كمان اللي نجحوا. رب يا ربي يخليك يا روح قلبي. ربنا يكرمك والله، ميرسي يا ام حبيبه، فرحتيني والله، تسلمي لي حبيبتي حبيبتي، نورتينا.
ربنا يفرح الجميع يا رب ويجعل كده بيوت المسلمين كلها فرح وسعادة، اللهم أمين يا رب. طيب نرجع بقى للرز بتاعنا، وحطينا على النار البسلة، الجزر، الايه تاني، الفاصوليا، كل الحاجات اللي بتحتاج معانا وقت اطول شوية في التسوية قبل ما نحط عليهم بقى ايه. عندنا ايه تاني من الخضار؟ عندنا فلفل الوان، عندنا كوسة، وعندنا بطاطس. كلنا عارفين الحاجات دي مش بتحتاج وقت كبير في التسوية، عشان كده ضفنا التلاتة الاولانيين الاول. نقلبهم كده شوية، حطينا مكعب مرقة كمان. واخدين بالكم ان التقطيعه صغيره بتاعت الجزر، بتاعت الكوسه، بتاعت البطاطس، كل ده بيساعد على ان الخضار بتاعنا ما ياخدش وقت كبير قوي في التسويه. زي ما انتم شايفين كده الخضار خلاص اتشوح شويه، هبتدي انزل بقى بالباقي. ادي عندي الكوسه، البطاطس. هنا طبعا ليكي مطلق الحريه تزودي ايه وتقللي ايه، تشيلي ايه وتحطي ايه. يعني ممكن في خضار من النوعيات دي انت ما بتحبوهوش فممكن تلغيه، مش اجبار خالص، بالعكس. فعلى حسب الذوق الشخصي لكل بيت نحط الخضار، بس انا حبيت احط كل انواع الخضار، تمام، هتدينا طعم حلو وكمان هتخلي الرز مفيد جدا. طيب الخضار بتاعنا كده خلاص، هغطي عليه بس واسيبه دقيقتين ثلاثه مش اكتر من كده. كده الخضار بتاعي هيبقى الى حد ما نص سوا، النص التاني يكمله ان شاء الله مع الرز. فانا هغطي دقيقتين ثلاثه بس. الرز بتاعنا احنا النهارده مستخدمين رز بسمتي، ممكن نستخدم الرز الذهبي، وده اللي بنصح بيه كتير من البنات الصغيرين اللي لسه جداد في المطبخ، علشان بحس ان هو بيتحمل شويه تقليب والميه لو زادت شويه مش عارف ايه، فحمول شويه كده. اما الرز البسمتي الابيض فهو بيبقى محتاج حرص كده في التعامل، فلما ناخد خبره بقى نبقى نستخدمه. احنا معانا النهارده رز بسمتي ذهبي، غسلناه ونقعناه نص ساعة بالظبط وصفيناه. تعالوا بينا بقى بعد ما خلاص الخضار بتاعنا اتشوح وغطينا عليه حوالي دقيقتين ثلاثة كده، هبتدي احط الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. ومحمد على التليفون. يا محمد الو. الو. ايوه مساء الفل. مساء الفل عليك يا فندم. الله يخليك، ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله بخير. اتفضل يا محمد. عايز اعمل تهنئه لاختي. اتفضل يا محمد. عايز اعمل تهنئه لاختي اسمها روان ابراهيم. روان ابراهيم، اتفضل. هتقول لها ايه؟ كل سنه وانت طيبه ومناسبة عيد ميلادك، يا احلى اختي في الدنيا والعالم كله. ربنا يبارك لك فيها يا محمد، كلك ذوق يا محمد. نورتنا. تعالوا بينا نحط الملح كمان. ميرسي يا محمد والله. نحط الملح بتاعنا ونقلب. بصوا بقى شكل الخضار مع الرز والالوان الجميله، شايفين؟ والريحه بقى مش قادره اقول لكم هي قد ايه حلوه. قلبنا الخضار مع الرز كويس قوي، ودلوقتي نقدر نحط بقى الشوربه المغليه. يفضل طبعا تكون شوربه، كل ما الشوربه كانت حلوه كمان هتدي طعم حلو قوي قوي للرز. يلا بينا ننزل كده بالشوربه. يبقى الشوربه مغليه، الرز اتشوح كويس، ننزل بيه. بسم الله. والله لو عندنا شوربه تانية هنحط، ما عندناش نكمل ميه. والميه لازم تكون مغليه قوي قوي قوي. كده ونقلب بقى. كل كوباية رز عيريها بقى تاخد كوبايتين شوربة معاكي، تمام؟ ونغطي ونسيب الرز بتاعنا يغلي كويس ويتشرب. بعد كده نقلبه تقليبة خفيفة خالص ونهدي عليه النار علشان يكمل تسويته. هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع على طول. اوعى تروح في أي حتة، مستنياكم. الله، حته طاجن خطير، شايفين بيغلي؟ باين معانا ان هو بيغلي، باين يا استاذ حمدي؟ اه
بصوا بقى تلاقوه كده بيغلي بقى من تحت خلاص، العيش استوى وبقى مقرمش من بره وطري من جوه، خد لون لطيف جدا. الكفته كملت تسويتها، طبعا الخضار كان بالفعل مستوي، كله اخد من طعم بعضه كده والدنيا تمام جدا. حابين نفتح ولا نستنى شويه تبرد وبعدين نبقى نفتحه؟ وعلى بال ما الطاجن بتاعنا كده يبرد وعلى ما نشوف كمان الرز بتاعنا اخباره ايه، الرز بالخضار طبعا انا هديت عليه النار تماما لانه اتشرب، فديته تقليبه خفيفه خالص وهديت عليه ومغطيين بقى علشان يستوي. باين معانا جدا كل لون خضار محتفظ بلونه وشكله. يلا نقفل. تعالوا بينا بقى نعمل مع بعض سموزي التين الشوكي. والتين الشوكي اعتقد كلنا بنعشقه، قليل قوي اللي ما بيحبش التين الشوكي، فالنهارده هنجيبه كده نعمل بيه سموزي خطير. تعالوا نشوف المقادير. عندنا ايه بقى؟ عندي كميه من التين على حسب العدد اللي انا عايزه اعمله، هنحتاج حوالي كوبايتين من الحليب المتلج يبقى محطوط في الفريزر ومتلج، هنحتاج عسل ابيض على حسب الرغبه، وتلج مجروش كتير. بس هي دي المقادير. تعالوا بينا يلا ناخد بقى التين. في البدايه طبعا كلنا عارفين ان التين يحتوي على كم كبير من البذور، فلازم نتخلص منها. تمام، علشان كده هحطه كده في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم، واضيف عليه شويه ميه مش كتير. انا عايز اخد مركز بس العصير واضرب كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربناه كويس جدا. نتخلص بقى من البذور عن طريق ان احنا نصفيه بالمصفى. بسم الله الرحمن الرحيم. احاول انزل كل بقى اللي موجود عشان ما يبقاش في اي بذور عندي في الخلاط، لان هرجع العصير تاني، بس مش عايزه يكون بقى في اي بذر. رجع الخلاط تاني مكانه. نصفي التين. وبكده الناس اللي بقى عندها مشكله مع التين علشان البذر اللي فيه، كده احنا ادينا لهم التين بفوائده وبزياده كمان، عندنا عسل وعندنا لبن كمان، فالموضوع هيبقى بالنسبه لهم ألذ وافيد. خلصنا خلاص كده وصفينا التين كويس. تعالوا بينا بقى نرجع تاني عصير التين اللي هو مركز ده اهو، ريحته تحفه ما شاء الله. حط عليه بقى شوية من التلج. نحط عسل. وكمية العسل بقى دي على حسب راحتنا، كتير او شوية زي ما بنحب. استاذ حمدي انا مش سامعك، سامع حضرتك بتتكلم بس من بعيد جدا. حاضر. هنا بقى عندك خيارين، يا تحطي بودرة ايس كريم، يا تحطي بودرة الكريم شانتيل باودر، يا تحطي بولتين ايس كريم، يا تحطي شوية لبن زي ما انت عايزة. تمام، انا هحط شوية لبن مش كتير، مش هحط الكوبايتين كلهم، هنكتفي بدول. ويفضل زي ما قلتلك لو هتحطي لبن يبقى اللبن متلج جدا، ممكن تحطي لبن رايب برضه هيبقى لطيف جدا معاكي وهيديكي طعم حلو قوي وهيبقى مفيد قوي ومرطب كده للمعدة. تعالوا بينا نضرب الكلام ده كله كويس. كده خلاص ضربنا سموزي التين وبقى معانا بالشكل الجميل ده، وزي ما قلت لك بقى ليكي كذا اختيارات او خيارات متعدده، يعني من انك تحطي بودره ايس كريم، بودره كريم شانتيه، او تحطي بولتين ايس كريم، او لبن رايب، او زبادي، او لبن عادي. المهم كل حاجه من دي هتديكي طعم مميز جدا وهتزود القيمه الغذائيه بتاعه السموزي بتاعتنا. احنا كده في انتظار بقى ان احنا نصب السموزي. نعم، احنا كده والله لسه معانا فاصل.
تخيل انا يا استاذ حمدي بحسب لسه احنا خلاص اخر حاجه يعني. طب ما نبص بص على الرز قبل ما نطلع. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا الرز وجماله، شايفين الوانه تحفه، اللهم بارك. يلا نطلع فاصل صغير خالص، نرجع من بعديه نغرف الرز ونقدم العصير. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني وعملنا معاكم بقى سموزيتين شوكي خطير، عايزاكم تجربوه يعجبكم جدا. وزي ما قلنا كده، في ناس كتير بيبقى التين الشوكي بالنسبه لهم مش لطيف علشان البذور اللي بتبقى جواه زي الجوافه كده برضو، بس على الاقل الجوافه بنعرف نشيل البذور، انما التين الشوكي مستحيل. فده يعني احسن حاجه ممكن نقدمها لهم بالطريقه دي، هتعجبهم جدا. كمان قدمنا الرز بقى بالخضار يا جماعه، مش قادر اقول لكم على ريحته ولا شكله اللي يفتح النفس ويخلي الولاد حتى الصغيرين اللي ما لهمش اقبال قوي على الخضار فممكن ياكلوا الخضار كده وهم مبسوطين. اكلنا النهارده لذيذ جدا، ومقدمين بقى جنبه طبق بتنجان كده رصينه حته رصه، تسلم ايدين شيفات المطبخ والله. تعالوا بينا بقى نفتح الطاجن الخطير اللي احنا عملناه مع بعض ده. عايز اقول لكم العيش اللي بيبقى فوق ده مش ممكن مستوي كده بقى على البخار بتاع اللحمه والكفته بتاعتنا، مقرمش من بره سامعين، ومن جوه بيبقى طري بقى ولذيذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. شايفين من جوه الدنيا عامله ازاي يا جماعه؟ شايفين الكفته كده غرقانه في الصوص بتاع الكفته مع البتنجان والبصل وايه كمان والفلفل، كل الحاجات المشويه الخطيره اللي تحت دي، بجد تحفه 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 تحفه، ما شاء الله. دي كانت وصفاتنا النهارده. انا عايزه اعمل ايه؟ ثواني كده، احنا ممكن نكمل. بس كده ناخد دي بقى نحطها كده ونسيب جزء ايه مفتوح. حلو، تحفه، رغيف محترم كده ناكل بيه الكفته. دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون نالت اعجابكم. عملنا فيها ايه؟ عملنا طاجن الكفته على الطريقه التركيه بشويه خضار كده مشويين، طعمه خطير ريحته حلوه قوي. قدمنا جنبه كمان رز بالخضار كده، وجبه متكامله العناصر الغذائيه. قدمنا معاهم البتنجان المخلل مع الطماطم المخلله، والحلو معانا كان سموزي تين شوكي. يا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم. هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم اللي دايما بتساعدنا على بيج العزومه. كنت معاكم فاطمه ابو حياتي، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية، اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.